الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة. الأخبار الاقتصادية لدى رجاء رمزي، تفضل رجاء. شكرا إيمان، شكرا أدا. مشاهدين أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة عمل الرابعة في إطار الإعداد لمشروع بحثي متكامل، وذلك لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023-2024، ذلك بعد عقد جلسة نقاشية موسعة حول الأزمات المتعلقة بسلاسل الإمداد العالمية أيضا تأثيرها على السوق المحلي. شارك في الجلسة 24 خبيرا ومتخصصا في شؤون النقل واللوجستيات وعدد من أعضاء مجلسي النواب وشيوخ والأحزاب السياسية. أشاد المشاركون بجهود الدولة في الاستثمار بالبنية الأساسية على مدار السنوات السابقة التي تؤهل مصر لأن تكون مركزا عالميا لسلاسل الإمداد وصناعة اللوجستيات. كما أكد المشاركون على ضرورة التحرك لتشييد أسطول بحري قوي يدعم منظومة الإنتاج المحلية التي تأثرت عقب الأزمات الاقتصادية العالمية. كذا وضع قواعد جديدة لتسجيل السفن وتسهيل الإجراءات التنظيمية بما يساعد في زيادة حجم الأسطول التجاري المصري. واتفق المشاركون على قدرة مصر في لعب دور أكبر بسلاسل التوريد العالمية والاحتياج لإجراءات تشريعية وتسهيلات جمركية، وذلك لتحقيق ذلك الأمر. أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن حركة الملاحة بالقناة سجلت عبور 93 سفينة من الاتجاهين دون انتظار بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.4 مليون طن. هذا وقد بلغت عدد السفن العابرة للقناة من الاتجاه الشمالي 52 سفينة بحمولات صافية قدرها 2.6 مليون طن، فيما عبرت 41 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت 1.8 مليون طن. أكد رئيس اقتصادية قناة السويس وليد جمال الدين أكد على اهتمام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقطاع تصنيع الوقود الأخضر ومشتقاته. جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس هيئة أو رئيس الاقتصادية بالقناة بمجلس الأعمال الياباني المصري لعرض أهم مقومات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التنافسية. كما التقى وفد المنطقة الاقتصادية مع عدد من مسؤولي أحد أكبر البنوك اليابانية الذي يعد ذراع الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والاستثمار لمجموعة ميتسوبيشي أو ميتسوبيشي يو اف جي المالية القابضة. كما تم عقد لقاء مع ممثلي مؤسسة إيتوتشو العالمية الذين أشادوا بزيادة الوفد لطوكيو الذي يمثل تعميقا استراتيجيا للعلاقات التجارية الاقتصادية التاريخية بين المجموعة ومصر. تختتم اليوم فعاليات الدورة السادسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2023 بحضور دولي كبير تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. شهد المؤتمر مشاركة دولية كبيرة على مدار أيامه تعكس دور مصر كمساهم في تحقيق أمن الطاقة وأنها تلعب دورا بارزا في هذه الصناعة الحيوية. كما حضر المؤتمر رؤساء كبريات الشركات العالمية للطاقة ومفوضو الاتحادين الأوروبي والإفريقي للطاقة، وأيضا أمين عام منظمة أوبك ولفيف من أبرز الشخصيات والمسؤولين في قطاع الطاقة إقليميا وعالميا. شهد وزير البترول طارق الملا في اليوم الختامي لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول شهد على التوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون المشترك
وبين قطاع البترول وعدد من الشركات العالمية. تأتي تلك الاتفاقيات في إطار توسيع الشراكات وفتح آفاق وفرص جديدة لأعمال شركات قطاع البترول المصري ودعم أنشطة التحول الرقمي والاستدامة البيئية وأيضا خفض الكربون. على مدار 3 أيام انعقدت الدورة 6 لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول إيجيبس 2023، دورة جاءت لدعم إمدادات الطاقة العالمية، ليشهد اليوم الأخير من الفعاليات الكثير من الجلسات والحلقات النقاشية التي دارت حول الجديد في مجالات الطاقة. المؤتمر حقيقي بيكتسب بعد كبير في مجال الاستكشاف ومجالات الأخرى. بالنسبة لمجالات الاستكشاف، هو طبعا هو حجر الأساس لأي شركة بتيجي تشتغل في مصر، إنها بتاخد منطقة امتياز وبتقوم بأعمال مسح سيزمي ودراسات جيولوجية تمهيدا للحفر. الأبحاث اللي تقدمت كانت على مستوى عالي من الجودة. كتير من الجنسيات على مستوى العالم قابلتنا، احنا عارضين في صالة 3 شركة بتروكيماويات، وواضح ان الإقبال كان متزايد. الوقت بيعدي سريعا من كتر اللقاءات ومن كتر المواعيد والاجتماعات اللي احنا بنحضرها مع الناس. احنا بنشترك في المعرض البتروليوم شو نتيجة ان احنا اكبر قلاع بناء السفن موجود في مصر اللي بيقدر يقدم خدمات والسبورت لقطاع البترول. وفي أجنحة المعرض وقعت العديد من الشركات العربية والدولية مذكرات تفاهم وتعاون واتفاقيات شراكة تركزت حول تعزيز التعاون في الخدمات البترولية والاستفادة من الخبرات المختلفة في هذا المجال. بيفتح مجال لشراكة قوية، تنافس أكبر ما بين شركة إماراتية ذات تكنولوجيا وشركة مصرية ذات خبرات عريقة، فبيسهل التنافس في الماركت الصعب حاليا. يعني الحقيقة المعرض هو طفرة هائلة في قطاع البترول في مصر، اللي ما كناش نتخيل ما شاء الله بعد النسخة السادسة منه نلاقي قد ايه عدد الزوار اللي من مختلف انحاء العالم ودول العالم المتقدمة انه يجوا يحتفلوا معانا ويعرفوا قد ايه مصر وصلت في التقدم في مجال التكنولوجيا الغاز الطبيعي. كل الشركات العالمية النهاردة هنلاقي فيها نشاط غير عادي، وكلها جاية تحط استثمارات في مصر. مشاركة دولية كبيرة شهدتها فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2023 تعكس دور مصر كمساهم في تحقيق أمن الطاقة، وتؤكد أن مصر تلعب دورا بارزا في هذا القطاع الحيوي. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية على ارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين وسط تداولات مرتفعة، حيث صعد رأس المال السوقي بنحو 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى يفوق حاجز 1 تريليون و100 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي جي إكس 30 بنسبة بلغت 0.53% ليغلق عند مستوى 17522 نقطة، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة بلغت 1.3% ليغلق عند مستوى 3030 نقاط، فيما سجل مؤشر إي جي إكس 100 صعودا بنحو 1.1% ليغلق عند مستوى 4523 نقطة. إلى أسواق المال الخليجية التي أغلقت على ارتفاع، بينما تراجع مؤشر أبو ظبي في ختام التعاملات، حيث صعد المؤشر الرئيسي بالسعودية بنسبة بلغت 0.7%، فيما زاد المؤشر القطري بنسبة بلغت 0.6%، فيما أيضا زاد مؤشر دبي الرئيسي بنسبة بلغت 0.1%، بينما تراجع مؤشر أبو ظبي بنسبة بلغت 0.3%. نهاية هذه الوقفة الاقتصادية مشاهدين، عودة مجددا إلى الزملاء أدواء إيمان، فإليكم. شكرا لك رجائي.